اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مصطفى عسل نجمنا في الاسكواش والترتيب التاسع عالميا وبطل طبعا بطوله العظماء اللي فاتت، والكاس معانا اهو بينور الاستوديو ونور الابطال. مصطفى خليني اقول ان دي محطه في حياتك البطوله دي، يعني انا كراجل مشاهد ومشجع ليك ومحب ليك شايف ان دي بطوله فاصله، كل اللي فات زي ما بيقولوا حماده واللي جاي حماده تاني خالص. انت بقى دلوقتي بطل ما شاء الله، انت قبل كده كنت بطل بس دلوقتي بقيت اسم. الفترة اللي جاية عايزة شغل كتير وعايزة بتفكر لها ازاي؟ لا فترة، يعني انا بقول دايما كل حاجة نصيب، يعني انا ما سافرتش بطولة العالم، شايف ان انا كان ممكن لو انا سافرت كمان هيبقى عليا ضغط كبير جدا، كنت محتاج ان انا اركز فيه، ان انا ما لحقتش بعد البطولة كمان، كان كل ذهني في حتى قلبت نومي، يعني قلبت نومي خليته بقت 7 الصبح. برافو. عشان لو جالي في اي لحظة اقوم مسافر على طول. 7 ساعات توقيت كنت بس 7 الصبح، وطبعا كان عندي مشاوير برضو ان انا اخلصها في السفارة وكده، فكنت بصحى الدنيا كانت مش متظبطة معايا شوية على قد ما اقدر، يعني كنت بلعب بالليل قوي وبعمل فيتنس بالليل قوي، فاعتقد يعني دي احسن فرصه ان انا اهدى شويه وابتدي استعد تاني واجهز اول تاني. حاجه ليك امتى يا مصطفى؟ اول حاجه ان شاء الله بطوله انجلترا المفتوحه يوم 16/8، ده خلاص، ده احنا بنتكلم في شهر ان شاء الله. شهر ان شاء الله. وطبعا لازم اخش امريكا الاول زي ما حضرتك عارف. تطلع من امريكا، يعني هتقعد في امريكا يعني عزل او حاجه ولا اوتوماتيك، يعني مجرد ترانزيت بس؟ لا مجرد أو حاجة؟ مجرد لا مجرد انا هناك على طول. مجرد ان انت كونكشن جاي من امريكا على انجلترا. لا لا انا رايح قاعد من انجلترا، يعني ان شاء الله مسافر كمان الاثنين الجاي كده على يوم 27 ان شاء الله. رايح امريكا الاول؟ رايح امريكا. هتقعد حاجه ولا برضه ترانزيت؟ يعني لا. تاتش وتروح على طول تاتش، بعد كده اروح على انجلترا ان شاء الله، بس أمريكا. يعني هقعد مثلا بتاع اسبوع 10 ايام هناك في امريكا، عشان لازم اقعد في امريكا 10 ايام قبل ما اخش انجلترا. ايوه، ما انا قصدي سؤالي. ايوه انت هتنزل تحت هتقعد في امريكا 10 ايام. 10 ايام لازم. مجهز تمرينك فين؟ مجهز كل حاجه فين؟ في نيويورك ان شاء الله. نيويورك فين؟ ما نيويورك فيها جامعات كتير يعني هو قريب من نيويورك، بروكلين. بروكلين تمام. بروكلين في كامب هناك. كامب هناك مستنيينك ولا عاملين الكامب عشانك؟ هتلاقي هناك مستنيينك تروح. هناك لذيذه جدا، وهناك عند برضو ده هيبقى حدث ان انت رايح. لاعب سابق برضو في الاهلي اسمه مصطفى عصام. مصطفى يعني من اجدع الشخصيات ممكن اقابلها في حياتي. بقاله 3 سنين هناك. بقاله 3 سنين صح. كان بيلعب في اسم النادي الاهلي، وكان بطوله عالم برضو شباب مع الاهلي. هو اللي مجهز لك الكامب ده. مجهز كل حاجه هناك. هتتمرن اسبوع. اسبوع ان شاء الله. وبعد كده هتطلع على انجلترا. بعديها على انجلترا ان شاء الله. هتقعد مثلا من 27 قول اسبوع، تروح على يوم 3 او 4 8 صح؟ يعني اروح.